الدور السعودي في الترويج للفكر المتطرف وللجماعات الإرهابية كان محل دراسة أجرتها مؤسسة بحثية بريطانية مرموقة وهي مؤسسة هنري جاكسون. الدراسة التي أعدها الباحث توم ويلسون وجدت أن السعودية التزمت منذ الستينات من القرن الماضي بسياسة الترويج لتفسيرها المتشدد للإسلام الوهابي عالميا. لابد أن نسأل شبابنا ونهيئهم فالتجنيد الإجباري إذا وفقت الأمة له التجنيد الإجباري. اللافت في الدراسة أنها كشفت عن إنفاق الرياض على مدار السنوات الثلاثين الماضية نحو 67 مليار جنيه استرليني على الأقل في هذا المسعى. ورأى الباحث أن الأثر الأعمق لتلك السياسة قد ظهر في أجزاء أخرى من العالم الإسلامي وامتد ليشمل أوروبا والولايات المتحدة وشبه القارة الهندية. جيش محمد صلى الله عليه وسلم. الدراسة أشارت إلى وجود نحو 5000 طفل بريطاني في نحو 40 ناديا ومدرسة كان يجري تدريسهم مناهج رسمية سعودية. ويؤكد ويلسون أن توزيع النصوص المتشددة والمتعصبة يمثل طريقة أخرى روج السعوديون بها للوهابية في المجتمع البريطاني المسلم. ويأتي الكشف عن هذه الدراسة في وقت ترفض فيه حكومة رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي الكشف عن مضامين تحقيق حكومي حول تمويل الجماعات المتطرفة في بريطانيا. ويرى مراقبون أن ماي لا ترغب في إزعاج حلفائها السعوديين الذين تبيعهم أسلحة لقتل اليمنيين بالرغم من معرفتها بدعمهم للإرهاب وبانتهاكهم لجرائم حرب هناك، إذ يبدو أن الإرهاب يخدم مصالح أمريكا وبريطانيا أكثر مما يضرهما.